الله الرحمن الرحيم. أبنائي زملائي المحامين الجدد، مقبلون على مولد النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير جميعا. في هذا الحضور المهيب والذي نعتز به أيما اعتزاز في نقابة المحامين، نعتز دائما بالأجيال المتتالية التي تنضم إلى صفوف المحاماة، لأن المحاماة رسالة في حاجة إلى من يحملها ويتبناها وينشرها. ولأن المحاماة رسالة، يجب أن تدركوا جيدا أنكم لستم في وظيفة ولا في حرفة، بل ولا أنتم في مهنة، وإنما أنتم حملة رسالة. الرسالة التي تؤدونها تؤدونها طواعية بالقبول، بالانضمام، بالإيمان، بالاعتقاد بهذه المسؤولية وبهذه الرسالة. رسالة لكل القيم الكلية للإنسانية. رسالة المحاماة هي الدفاع عن الحق، والحق هو الحق وحده، وليس الحق الذي يزيف ولا يزور ولا ينتقص. رسالة للدفاع عن الشرف وعن الأمانة وعن النزاهة. رسالة للدفاع عن حقوق الوطن كما ندافع عن حقوق الأفراد. رسالة غير قابلة للتجزئة بأي شكل من الأشكال. رسالة حملها أسلافكم ممن بدأوا المحاماة وسطروا بأدائهم وبوجاهتهم هذه الرسالة العظيمة التي نحمل تبعاتها اليوم. ولأنك مسؤول عن الرسالة، فيجب أن تكون قدر هذه المسؤولية، وأن تكون على مستوى هذه الرسالة التي تتحمل مسؤوليتها. فإذا كنا مؤمنين بأننا أمام رسالة عظيمة وكبيرة وهامة، فيجب أن ندرك تبعات هذه المسؤولية. تبعاتها منظومة من الالتزامات قبل الحقوق، التزامات يجب أن يلتزم بها المحامي، هي التي نريد أن نوضح بعض ملامحها اليوم. لن تكفيكم مقابلة ولا لقاء واحد، إنما يجب أن نبدأ، لأنكم سوف تدرسون بعد ذلك في معهد المحاماة كثير من هذه القيم ومن هذه المبادئ. فقط أريد أن أنوه في مستهل أعمالك. أنت تؤدي أمانة كبيرة، تؤدي رسالة كبيرة، تؤدي مسؤولية كبيرة، يجب أن تكون على هذا المستوى من حيث الشكل والمضمون، من حيث المظهر والجوهر، ليس متصوراً بأي شكل من الأشكال أن يكون المسؤول عن حماية حقوق الناس وأموالهم وشرفهم وعرضهم وكرامتهم وحقوقهم لا يحمل القيمة الموضوعية، أن يكون جاهزاً لهذه المسؤولية من حيث الموضوع، من حيث الدراسة، من حيث التعلم. المحامي لا تكفيه أو لا يكفيه
لأداء رسالته ما تعلمه في كلية الحقوق. هذه دراسات نظرية هي هامة جدا لكنها لا تكفي، لا تكفي لكي تكون قاضيا ولا تكفي لكي تكون محاميا. فعليك بالتعلم والدرس وألا تخجل من أن تتعلم. المحامي الواعي هو الذي يتعلم من كل من حوله، يتعلم من أستاذه ويتعلم من زميله ويتعلم حتى من أخطاء تلاميذه. لكن ليس من العيب أن تدرس مرة أخرى، سواء كانت دراسات متعلقة بدبلومات، متعلقة بدراسات حرة مفتوحة، لأنه القيمة القانونية التي تضيفها لنفسك وتضيفها إلى أدائك هي التي تميزك. فالقيمة الموضوعية في التعلم قيمة هامة. محامي ما يتعلاش أنه يدرس ويتعلم ويسأل ويقرأ ويتابع الأحكام ويشوف المرافعات ويشوف زملائه بيتكلموا إزاي وبيغلطوا إزاي وتصحح إزاي، القاضي بيقول إيه غلط وبيقول إيه صح، ونتناقش ونتحاور ونعمل دراسات إذا احنا كنا عايزين نعمل دراسات مفتوحة بشكل أو بآخر. الفكرة أيضا ليست قاصرة على القراءة القانونية. أنت بتقرأ القانون ممكن تحفظه كله، ممكن تبقى فهمه كله، بس القراءة القانونية وحدها أيضا مش كفاية علشان تبقى متميز. علشان تبقى محامي متميز لازم ثقافاتك تبقى مفتوحة ومتعددة ومتنوعة، أعرف كل حاجة علشان بقدر الإمكان طبعا علشان تبقى عندك ميزة الخلفية أو الأفق اللي يديك إمكانيات ومهارات مش موجودة لغيرك. الفرق بين اللي درس قانون بس أو قاري قانون بس وبين اللي قاري قانون ومعاه ثقافة أخرى، بالقطع القضية دي متصلة بهذه الثقافة، هيبقى أعلى، هيبقى فهمه أعلى، هيبقى أداؤه أعلى، هيبقى تعبيره أعلى. علشان كده النوعية دي هي اللي بتميز المحامين. في ممكن يبقى عموم المحامين جيدين كويسين، لكن عشان تبقى محامي نجم، محامي متميز، لازم تبقى ثقافتك مش بالكلام، مش باللبس، مش بالوجاهة، إنما بالعلم. العلم هو الثقافة اللي أنت بتضيفها لنفسك فيما يتعلق بأدائك، ثقافة في كل في اللغات. أيضا مما لا شك فيه أن المحامي صاحب اللغات المتعددة أميز من المحامي صاحب اللغة الواحدة أو صاحب اللغتين بالقطع. دي ميزة أيضا يجب أن تدركوها ويجب أن تحرصوا على أن تعلموا أنفسكم وأن تثقفوا أنفسكم. هذا فيما يتعلق بمضمون العلوم. أيضا المظهر والشكل. مظهرك كمحامي من حيث اللياقة يجب أن لا يقل عن مظهر أي قاضي أو أي وكيل نيابة يعمل في مجال القضاء أو في مجال العدالة، لأن أنت مش أقل منه، ولا يجوز أنك تتصور أنك أقل منه. ولو تصورت أو تخيلت أنك أقل منه يبقى مش هتنفع تبقى محامي ومش هينفع تبقى معانا، لأنك هتبقى أقل في الأداء وفي المستوى. نحن ننشد الندية المتميزة من حيث الشكل ومن حيث المضمون. ما ينفعش المحامي مش لابس البدلة الكاملة في شغله، في شغله يعني المحكمة، يعني النيابة، يعني المحضرين، يعني أي مكان تلتقي فيه بسبب أداء واجبك كمحامي يجب أنك تكون ببدلتك الكاملة. ما ينفعش تبقى لابس تيشيرت، ما ينفعش تبقى لابس بنطلون، ما ينفعش تبقى لابس جزمة كوتشي، ما ينفعش تبقى لابس أي شيء حتى لو كان ثمنه أغلى من ثمن البدلة، لأنه ده له مكانه ومجاله وده له مكانه ومجاله. المظهر في غاية الأهمية وفي غاية التشدد تجاهه. ومش حد هيحضر حضراتكم في معهد المحاماة إلا إذا كان مرتدي البدلة الكاملة، وده سيستم هيتغير، هيبقى غياب عن حضوره معهد المحاماة. المحامية أيضا مش معنية، احنا ما عندناش زي محدد للمحاميات، لكن عندنا الحد الأدنى للاحتشام اللي بيوتنا المصرية زرعاه في بلدنا واللي أنا شايفه أمامي في 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 فيما أرى، هو ده الحد الأدنى اللي مطلوب. ما ينفعش البنت أو المحامية تلبس لبس شفاف أو قصير أو كاشف لأي زي ما قلت، لأنه ده هذا الذي تتصوروه ميزة متعلقة بمواكبة الموضة هو عيب عندنا في المحاماة. يجب أن تحتشم المحامية بالحد الذي يحميها ويعصمها من أن تكون محلا لعدوان بصري أو حتى عدوان ذهني.
العدوان الذهني هو ما يتخيله من يراك ومن يرى هذه المحاميه. هذه القيمه يجب ان تحرصي تماما انك تبقي في المحل المحترم اللي انت فيه في ذهن من يراك ومن يشاهدك. في فرق كبير انك تبقي في بيتكم او في النادي او في اي مكان خاص بك وبين مكان العمل، سواء في المكتب او في المحكمه او في النيابه او في اي مكان. نحن نقول هذا ونتشدد فيه، لانه اذا غاب المظهر ضاع كل مضمون من خلفه. اذا سالك حد وشك وانت في مظهر مش لابس البدله الكامله او مش لابسه اللبس اللي الناس اعتادت على ان ترى فيه المحاميات، بالقطع لو سالك حد او سالك حد هو انت محاميه او انت محامي، هو ينتقص من قدرك 50-60% على طول. تفهمي كده ان نزلتي من نظره 50-60% لانه شك في انك ممكن تبقي محاميه او شك في انك ممكن تبقى محامي. لذلك انا اوصيكم بهذا الالتزام، لانه ده اللي بيحميكم وده اللي هيكبر مكانكم وقيمتكم مع الاخرين في التعامل مع كل الحالات. اخيرا اشدد ايضا على الاخلاق والقيم العامه، اطلقت في التعامل وفي سواء تعاملكم مع بعضكم كزملاء، عدم التباسط مع احد سواء كان هذا الاحد في مستواك الندي او في غيره حتى مستواك، التعامل بالفاظ غير لائقه، التعامل بطريقه غير لائقه، استخدام اساليب غير محترمه حتى في مجال العمل، احترامك لخصومك وخصوم موكليك يجب ان يكون مقدما ويجب ان يكون معتبرا ويجب ان يكون مشاهدا. المحامي مش بيتخانق، انما المحامي بيضع الحق في مكانه او بيدافع عن الحق ويعيده لاصحابه، مش بيغتصب الحقوق من الناس ولا يخطفها لا باجراء غلط ولا بوسيله غير صحيحه، لانه المحامي الذي يخون حتى خصم موكله هيخون موكله، والموكل بتاعك هيخاف منك لانه مش هتعمل، هيخاف يجي ناحيتك لانك ممكن تعمل حاجه غلط معاه، هيخشاك فتقتل مهنيا وتضيع مهنيا. القيم النبيله زي ما قلت لحضراتكم قيم غير قابله للتجزئه. ما ينفعش تبقى امين مع موكلك ومش امين مع خصمك. ما ينفعش تبقى شريف مع طرف وغير شريف مع طرف اخر. الشرف والامانه والنزاهه كلها قيم غير قابله للتجزئه ولا للتبعيض. هذا هو بعض ما اريد ان اوضحه لحضراتكم قبل ان نسلك قسم المحاماه. لكن اتمنى من الله ان اشاهدكم معي في المحاكم وفي كل اروقه المحاماه تضيف لها قيمه وقيم. نتمنى من الله ان تكونوا في اعلى عليين.